كشفت إحدى زميلات الفتاة التي قتلها شاب لرفضها الزواج منه اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 عن مفاجأة كبيرة في الواقعة التي حدثت في نطاق حي الشرق محافظة بورسعيد، وأشارت إلى أن المتهم والفتاة المجني عليها جرت خطبتهما بالفعل، إلا أن الفتاة علمت أنه متزوجا من أخرى في مدينته المطرية، وقامت الفتاة بفسخ الخطبة إلا أنه ظل يطلب منها الرجوع إليه، إلا أنها رفضت فهددها بالقتل. ثم حدثت الواقعة المل شريف، ولكن أنا لا أفكر في الجواز منك أو من غيرك، وطلبت منه الابتعاد والكف عن محاولات اللحاق بها.